كمان هنبتدي معاكم كالعادة بأهم العناوين. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة المقاولون العرب. عبد الحفيظ مباراة المقاولون العرب في مقدمة اهتمامات الأهلي. تدريبات خاصة لمؤمن زكريا تحت إشراف عادل مصطفى. معلول يجري إشاعة جديدة للإطمئنان على إصابته في الضمة. 35 ألف جنيه مكافأة الفوز للاعب المنتخب خارج الأرض. شوبير من الصعب تطبيق تقنية الفار هذا الموسم أو القادم. صلاح يحصد جائزة محمد بن راشد للرياضي العربي المتميز.